ممكن تطفي السيجارة؟ ايه؟ دي محطة بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب اقول لك ايه، لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص انت مزعل ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب يا ساتي. احط كام؟ حط 10 80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. التمانين بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه وانا راكب جوزه؟ حطه وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حبسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايز اموت كده. طيب يا ملك. طيب يا بنتي. يا بابي الوديعه معادها شهر 5. تكسر الوديعة قبل معادها بيومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه ما تمشيهم فين؟ رد عليا. البورصة تمشي في البورصة. بورصة يا دي البورصة. ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي. العمر ما كسبت منها حليب. ها البورصة البورصة دلوقتي قطعنا دار ودوات الشارع وبعدين دي فلوسي ورثة أمي. أمك أمك كانت شحاتة. أمك ما عرفتهاش حاجة يا أختي. أنا اللي كنت بنت الفلوس لأمك قبل ما تموت. ويا رب أموت أنا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا أختي. يا رب تموتي وروحك ستين داهية. يا رب يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى يا رب. وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة. ده شغل شغل يا جهلة. طب ما روحتش؟ لا. في ايه؟ الله في ايه مالك؟ في ايه يا بنت مالك؟ الله الله يا كريمة. كريمة بقى بس يا كريمة. الله في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفن اللي انا حملته الرهيبه دي. دي مش رهيبه دي جل. دي حلوه قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا طب بص اديله رن وهو هيتصل بيك. اه رن عارف انا موضوع رن ده. بقول لك ايه يا كريمه؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشه؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا ما انت كنت بتقعد ترقص دلوقتي انا اللي طلعت وحشه. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا. انقليه على ديسك وبعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي. اشوف انا ولا رقاص؟ دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه حضرتك ليك منافسين كتير، اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني. الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف؟ يا ادهم بيه انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا. عشان كده انا عندي اقتراح، احنا نصرف اكتر في الدعايه. ده بيقول لي نصرف يا نط يا استاذ. انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه. في السنة 150,000 جنيه وجاي دلوقتي يقول لي اصرف تاني. يا ادم بيه ده المنافس بيدفع فوق المليون. مين ماشي يا لطفي الغاب. ماشي يا لطفي. يلا يلا ماشي يا لطفي. يلا يلا مع الف سلامة. الف ايه للتبذير بتاعك ده؟ الف. يلا في داهية. يلا 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 بقى خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود.
ايوه. عم حامد مالك في ايه؟ انت عيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت عليا حق. موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى يا سيدي كهرباء اخر الاحزان. حزنوه. لا 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 ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن ورمح خلتني ركاسة مصر الاولى. ها حصل ده؟ انا ما كنت تحط هنا متينيه وسواريه. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك هنا. اشوفك في الاخره بقى. اخرابك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. سيب عينك الشمال يلا. بس للدرجه دي الرقاصه والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس بقى يا اخي انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي. تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقولك ايه يا سموحه؟ ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حالة مقشفرك بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبهولك ده. الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي. اهو اجرب. انت حر. هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي. زبون 100 100. ليه قصه كده بحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. حبيبي يا عم هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى. حاولت اجيب له الثانيه مش عايز. الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله ده بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه. خلص البنت خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي. هي بتتجوز ولا بتولد؟ في ايه يا جمعه؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه. امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي. الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا. اتفضلي يلا يا بنت. طب انا بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك. انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده. اسبقني انت على البيت وانا هجيب الناس واجي لك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي ليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه. هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس. دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي. دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي. انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي 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 انزلي تحت اوفي تحت السلم امشي. جمعه لو سمحت ماشي الناس دي حالا حالا. يلا قصيت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ غيرت 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح. سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك. بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم هو ردها لي ودلني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي
طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره، اصلا مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعمل خساره. بتكلم يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنتي مفيش عربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام، انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري كسوت ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها، وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي؟ انت فاهمة ان انا مش هعرف؟ هعرف